The recording has started. صباح الخير طلابنا الأعزاء. راح نبدأ بمحاضرة اليوم هي السنسوري سيستم فصل 14. السنسوري سيستم لازم أول شيء نعرف شنو هو السنسوري ريسبتر حتى نفهم السنسوري شو يصير. السنسوري ريسبتر هو سيل or part of the cells will be a modified neuron, specialist closely associated with the neuron. This receptor detects the stimulation originate from the internal and external environment, is applied to convert this signal from the environment as a stimulation to the nerve impulse. معناها التحسس دي يصير من الخارج والستيموليشن دي يصير عن طريق اللمس المشاهدة السمع هاي تتحول نيرف امبالس والنيرف ينقلها للسنترال نيرفوس سيستم على شكل excitation or action potential. السنسر ريسبتر راح يتحسس اما هذا التحسس يكون من الاوتسايد مثل تيست الهيرينج الفيجن التاتش او يكون from the inside داخل جسمك تحسس اي changes inside the body مثل blood pressure chemical changes ال HP. فإذا كان من داخل الجسم يسموه بالانتروسبتر مثل باروريسبتر كيموريسبتر موجودات داخل الجسم وإذا كان من خارج الجسم يسموه بالإكستروسبتر وكو ايضا other type يتحسس الداخل والخارج سوية يسموه بالبروبريوسبتر هسه راح نحكي عليه بهاي المحاضرة فهذا الكلاسيفيكيشن بيست ان اوريجين اوف ذا ستيمولس اما يكون من اكسيرنال او انترنال او توجذر this sensation of the receptor in exoreceptor مثل ايش التيست وهذا التيست هو راح يقسم غير تقسيم راح يقسم هو كيميكال تشينجز وكيمو ريسبتر هذا جدول موجود عندكم بالهيومن بيولوجي او الاولفاكتوري الموجوده بال نويز هي كيميكال او كيمو ريسبتر سنسيشن مالتها هو السميل والفاكتوري بيثيليوم السنسوري اورجن الرود ان كون تو فوتو ريسبتر موجودة بالآي وظيفتها السنس اوف ذا فيجن الهير سيل ان ذا سبايرال اورجن كله راح ناخذهم بالمحاضرة ان شاء الله بهاي والجاية المحاضرة راح نشرحها other classification قلنا اذا classification according to the stimulation اللي هو من origin of the stimulation external receptor, internal receptor, proprioceptor. A classification according to the type of stimulation. The stimulation modulates the خلية تتكيف تتحسس في شكل stimulation. مثل mechanoreceptor وهاي mechanoreceptor نشوفها بالسكن. Sensation مثل hair cell موجودة بالإذن تتحسس سمع مثل التاتش الثيرموريسبتر تحسس درجة الحرارة النوسبتر
ويسموه البري نيرف عندك تحسس البين. الكتروماجنتيك ريسبتر مثل رودانكون موجودة بالآي فوتو ريسبتر تحسس الفيجن. والكيمو ريسبتر مثل التيس والسميال. لدي تقسيمات أخرى للريسبتر حسب type of stimulation الخارجي يجي. لو نرجع للجدول نشوف التيس أنوال فاكتور هي كيمو ريسبتر تحسس المذاق وتتحسس الروائح. تيس تحسس المذاق عن طريق السنسير أورجن هو تيس بيت. لو الفاكتوري عن طريق الفاكتوري بث اليوم والجيش نحن تشيرش على بعض المحاضرة. نذن الثاني كيمو ريسبتر. الرود أنكون two type of the cell present in the retina of the eye هي photoreceptor تتحسس الفيجن. الهير سيل موجودة بالأذن هي ميكانوريسبتور. راح نحكي إن شاء الله بالمحاضرة الأسبوع المحاضرة القادمة شلون يصير ميكانوريسبتور يتحول من ترددات الصوت إلى excitation. إضافة الهيرسيال الموجودة أيضا بالإذن تتحسس الإكوليبريوم. هي ميكانوريسبتر. How does sensation occur? Firstly, stimulation from the environment. قد يكون stimulation touch عن طريق السوماتوسنسري برجر عن اذر. هاي السيموليشن راح يتحسس بالسنسر ريسبتر اللي حكينا عليه قبل شوية. من يصير اكزايتيشن بالسنسر ريسبتر راح يولد لنا اكزايتيشن وين؟ بالنيورون بالنيورون سيل. يولد لنا اكزايتيشن عن نيرف امبلس along the sensory fiber. وهذا السنسري باليورون راح ينقل لنا اياه بالسنترال نيرف سيستم على شكل اكشن بوتنشال حكيناها بالاسبوع القادم الاسبوع الماضي العفو. اكشن بوتنشال راح تنقل للبرين. اكو مناطق بالبرين تذكروها قلنا اكو سوته سنسري اريا 1 سوته سنسري اريا 2 تتحسس السنسيشن اللي جاي وترجع للموتور عم يصير ريسبونس. هذا هو السنسيشن دي يصير يعني السيموليشن يأثر على السنسر ريسبتر يسوي لنا فد اكزايتيشن بيها. هاي الاكزايتيشن بالسنسر ريسبتر راح تولد لنا امبلس اكشن بوتنشال بالنيورون وهذا النيورون راح ينقلها للسنترال نيرفس سيستم على شكل اكشن بوتنشال لحد ما توصل عن طريق سبينال كورد توصل للسوماتوسنسري اريا. نحكي على البروبريوسبتر. البروبريوسبتر حكينا تذكرون ذيك المحاضره مصل سبانديلاكو بالمصل بالرفلكس تتحسس اني ستريج يصير بالمصل. فانت اذا واقف على رجليك وحسيت عدم توازن او حسيت واحد دفعك راسا راح المسل سباندل راح تنقل هذا التشينجز بالموفمنت للسباينال كورد او للسنترال نيرف سيستم وراح تجي ريسبونس عن طريق هذا الريفلكس. تذكرون ريفلكس ارك حكينا ذاك الاسبوع راح يجي ريسبونس عم تعدل امورك وهذا راح يتحسسها منو؟ يتحسسها هي المسل سباندل وراح يتحسسها المصل سباندل راح يتحسس الكولج تندر الموجود بالتندر. المصل سباندل موجودة بالعضلة والكولج تندر يتأني تشينجز بالموفمنت ذن راح يتحسس يدزن اكزايتيشن نيرف امبلس
You also listen to the processing base spinal cord, ومن spinal cord راح يصير response اللي هو reflex to the coronal integration هناك راح يصير integration راح يصير response عم متعدل جسمك متوقع. The help is known to the position of the all limb in the space by detecting the degree of the muscle relaxation, the stretch tendon, and movement of the ligament. تتحسس تعدل الورك. هذا هو ال proprioception بأبسط صورة. cutaneous receptor. إذا أخذنا جزء من السكن شوف بالصورة اللي وراها جزء بعض المليمترات من السكن انكبره إيش راح نشوف عن طريق الميكروسكوب أو الكترون مايكروسكوب أفضل راح نشوف طبقات الجزء الجلد هي الإبيديرم والديرم والهايبوديرم إيش تحتوي راح نشوف different type of the cell موجودة in this skin in this part of the skin موجودة الـ free nerve ending الـ free nerve ending تتحسس إن الـ pain and temperature موجودة الـ Merkel disc نشوف بالديرم أكو طبقات of the cell and بالـ hypoderm أيضا cell different cell بالديرم موجودة The free nerve ending, the Merkel disc, the carbuscle, and the hair follicle. تلقى كوسيل دار مدار الهير هير فولكل. فأنت إذا تمشي إيدك على الشعر مع جلدك راح تحس أكو فد تاتش بسيط. لكن إذا حمر وقفت إيدك راح شوي راح يصير adaptation راح يتعود الشعر فما راح تحس بالتاتش البسيط على الشعر. فعادة الدنيا اللي يصير بيه تاتش الميركل وميزينال الادابتيشن ما يكون كلش عالي بسعد يعني خليت ايدك على ايد زميلك بلمسة بسيطة بدون ضغط راح شوي زميلك يحس بها اول مرة التاتش ورا فترة يقوم ما يحس يصير ادابتيشن لكن اذا ضغطت على ايده راح ياخذ له فترة يلا راح يصير يسموه بالبرجر وهذا البرجر هي الباسينيا كاربوسكول وروفني ساين عرفني اندينج هي تتحسسه فيرسبتر ان ذا تير سنسيتيف تو ذا توتش ذا برجر البين اند تمبريتشر فالتمبريتشر يحس عن طريق فرينير فريندينج التاتش عن طريق الميركل ديسك الكروسر اند root hair follicle الميزينار كل ذني موجودات بالديرم بالهايبوديرم مش موجود عندنا البسانيان كاربسكول والروفني اندينج وذني يتحسس عادة البرجر فهاي several type of somatic sensory موجودة بالسكن رينير فريندينج يصير بها موديفايد طبعا الفرينير فريندينج تتحسس عادة من ضمن النوسبتيف ريسبتر قلنا تايب اوف ريسبتر اكوردنج تو موديفايد هي النوسبتيف ريسبتر تتحسس البين اضافة الى changes in the temperature الباسينيان كاربسكول موجودة بالهايبوديرم تتحسس ان البرجر الضغط على ايدك برجر هنا هو المعنى الضغط اللي يصير على الجلد فيتحسس الباسينيان ريسبتر وهذا الضغط اذا استمر بقوه قد يتحول الى بين يقوم تحسس فرينير اندينج الرفني اندينج اورجن ايضا تحسس موجوده بالهايبوديرم كاربوس يكون كبسوليت حاله حال باسينيان تتحسس البرجر الاكسباندينج تيب ريسبتر الميزينر تكتايل والكروسر موجودات بالسكين يتحسس ان التاتش يتحسس ان التاتش اللمسات البسيطة باليد يتحسس انهم
عاده يكون بالديار السيارة الموجوده بالديار يتحسس التاج يكون اذا سريعات الادابتيشن يعني بساعه يتعودن على التاتش وشوي شوي راح تقوم ما تحس يصير بها ادابتيشن ثاني ادابتيشن يعني تعويد انت اذا خليت ايدك بلمسة بسيطة على اي زميلك ورا فترة زميلك ما يقوم يحس يصير بها ادابتيشن بس اذا ضغطتها حيل لا راح يحس الحديد بس اني يعني ان رفني سان رفني اندينج دانيل راح يتحسسن قلنا لكم إضافة لكم بالمصل أكو مصل سبندل والكولجي تندون ذنية مسؤولات على proper reception and reflex حشينا reflex من المحاصة بقول والـ proper reception قبل شوي حشيناها التوازن فبالسكن لون عدد الخلايا موجودة مسؤولات التاتش هي الميركل كروسر والفري روت هير بلكسس دار المدار نهاية الشعر ذني موجودات بالديرم شو فرق عن الخلايا الموجودات بالهايبوديرم هي الباسينيان والروفني طبعا مزينار من ضمن التاتش ذني أربع أضلاع ذني يكون الادابتيشن مالهن سريع بالديرم الميركوري والميزينر والبريفيركل البريفيركل أو الهيرو تسموها تكون سريعات الادابتيشن يعني إذا سويت تاتش زميلك خليت إيدك على إيده فترة طويلة ما تحس يقوم ما يحس بيها بس إذا أول ما تلمسه يحس فترة طويلة ما يحس أذني ان مسؤولية الميركل والميزنر لكن اذا ضغطت على يده بقوة راح يتحول الى براجر فالباسينيان كاربوسكول والروفنين راح يتحسسن هذا يزداد لفترة طويلة ليس ادابتيشن فيظل يحس بيده كذا لازم يده بقوة وعادة ذني الباسينيان والروفنين موجودات وين؟ موجودات بالهايبوديرم ويكون كبسوليتد هذا الكوتانيوس سنسيشن pain receptor شنو هو البين بين هو تحسس غير مرغوب به غير محبوب تحسس غير محبوب عادة اكل فرينيرف او فرينيرف اندينج موجودة بالسكن هي تتحسس البين انت اذا اي انجري صار بالسكن ايش راح يصير الفرينيرف اندينج راح تتحسس وتدز للدماغ اعاز بالخطر بان اكو شيء هنا يأثر على السكن نفس الوقت راح يصير انفلاميشن هذا مثل اي بين للسكن راح الفرينيرف اندينج تنقل لنا استيموليشن السنتر نيرفس سيستم نفس الوقت راح يصير انفلاميشن سواب اوف انفلاميشن فرازات اكو ماس سيل بالسكن راح تفرز لنا ونيتروفيل راح تفرز لنا بعد مجموعة كيميكال ماتيريال راح يسوي لنا تحسس البروستاغلاندين البراديكاينين هستامين انذر راح يزيد عمليه الانفلاميشن بالسكن راح تنفرز ماده السبستان بي هي مسؤوله على البين وتوصل للدماغ على شكل يعاز بين اكو فد اب نورماليتي موجوده بالسكن البين بالانترنال اورجان simulation internal pain receptor is felt in the free nerve ending موجودة مو بس بالسكن موجودة وين ما كان موجودة حتى بالمعدة بالقلب بالinternal organ فإذا صار اكو pain بالinternal organ تحسستها الريسبتر is felt as a pain from the skin
يعني انت اذا واحد قلبه يوجع يحسك وبش يقدر عنده بين، ليش؟ هذا يسموه بالreferred pain. For example, pain from the heart of the felt in the left shoulder. This most likely happen when the nerve impulse from the pain receptor of the internal organ travel to the spinal cord and synapse with the neuron, also receiving impulse from the skin. يعني اثنيناتهم الهارت والسكن او ذا شولدر انه ينتهن بمنطقه واحده بالسبانال كورد، راح ينقل للدماغ على شكل باثوي واحد، فالدماغ راح يطيع عاز بين اكو مشكله بالشولدر واكو مشكله بالهارت، عاود ما يصير ياخذ حذر اكو مشكله هناك. فهذا هاي نظريه. النظريه الثانيه تقول لا، النظريه الثانيه تقول بين الشولدر الهارت والشولدر انه اصلا بالامبريو من بكان واحد، بعدين ينفصل الهارت ينزل يجي ويبقى الشولدر، فاني بين يصير بالهارت يبين اكو بالشولدر مشكلة، اني مش بين بالشولدر ايضا يضرب الهارت، فلين يوصل لان الاورجن مالتهم بالامبريو هو واحد يسموه بالدرماتوم مضروب. بس انه اول تالي الريسبتر الموجود اللي ينقل عن طريق الباثوي للسباينال كورد هو بمكان واحد ينقل الهارت البرين، بين اكو مشكله بالشولدر واكو مشكله بالهارت. هذا مثل للريفيرد بين مثل انترنال، اكو جي اي تي نفس الشيء كان بصدرك او توجعك and other example، هذا يسموه بالريفيرد بين. بهاي المحاضرة خلصنا الريسبترات موجودة بالسكن بهذا القسم، حكيناها وحكينا شنو كل وحدة دورها بأبسط صورة. نيجي على السبيشال سينس. شنو السبيشال سينس؟ السبيشال سينس هي سيل تتحسس، يصير بها موديفايد تتحسس بعملية واحدة فقط بالجسم وتنقل للبرين. مثلا اكو بلسانك سبيشال سينس، اكو بانفك سبيشال سينس، اكو بعينك، اكو باذنك، كل وحده لها عمليه واحده خاصه. فبعينك هي الفوتو ريسبتر تحول لنا الضوء الى اكسايتيشن للبرين. بلير موجود الهير سيل تحولنا الميكانو ريسبتر للتغيرات بالموجة الصوتية إلى اكسايتيشن، تحولنا إلى هيرينج. Also the sensation of the taste and smell. The taste and smell هي chemical sensor because the receptor is sensitive to the molecular in the food we eat and the air breathing. فأنت قبل ما تأكل راح تتذوق تشوف الأكل طعمه شنو، مالح حلو او تشتم عطره، عطر طيب بيه. فالتيس سيل هذا الفاكتوري از كيمو ريسبتر. التيس ريسبتر 4000 تيس بيت لوكيتد برايمري ان ذا تانك اوف ذا ادلت هيومن. وي هاف 5 many type of taste receptor مثل شي sweet حلا sour مرورة الحموضة salt البتر and الأنوميوم. الأمامي هي كلمة يابانية معناها فتشي انت يعني من تاكله تحس باللذه، مثل انت من تاكل جبن هو شنو الجبن طعمه، لا هو حلو لا هو مر لا هو مالح لا هو حامض، لذه اللحم نفس الشيء الميت فيسموه امامي. الناين وهاي كل وحده تعتمد على فد ريسبتر معين يشتغل على كيميكال ماتيريال مثل سويت جلوكوز ريسبتر، السور مثل الكحول ريسبتر،
salt, potassium, or better, or essentially umami. In 80 to 9 of what your receptor test is actually due to sense of the in the test bit. High tank. A tank be properly. لو نكبر هاي البروبلي ايش راح نشوف؟ راح نشوف التيست بيت. كبر التيست بيت راح نشوف التيست سيل والمايكروب اللي بيها مايكروب اللي يتحسس الكيميكال ماتيريال تدخل لين فهم؟ هاي التيست بيت هاي سبورتنج سيل راح يتحسس هاي الستيبوليشن according to the type of chemical material sweet, sour, bitter, salt, umami according to the material تصير بيها تفاعلات تحول هاي تصير بيها stimulation فهاي الستيموليشن راح تحولها الى اكزايتيشن بالنيرف وتنقل عن طريق السنسري فايبر هذا توضيح اكثر تنقل وين تنقل تنقل الكورتكس اللي يسموه بالجوستيتري كورتكس لوكيتين ذا برايمري او بارايتال لوب primary of the parietal loop. وهاي test bit شفنا صورتها كبرناها من التانك تتحسس وتوصل للبرايتال loop. Probably in the tank contain taste base sensitive to the sweet, sour, salt, and bitter, and umami. Photomicrograph and enlargement of papillae. راح نشوفها مثل ما شفناها بالصورة. راح نشوف taste base occur along the wall of the papillae. The taste cell have microvilli post receptor protein for the certain molecule. When the microbe bind to the receptor protein, nerve signals are generated and go to the brain, where is the sensation test base, gustatory area موجودة بالcortex. بالparietal loop. هذا هو التست بأبسط صورة. أو المذاق. هذا. هنا راح نشوف هذا التانك الثلثين الاوليمين التانك راح تنقل عن طريق الفيشل نيرف الثلث الاخير راح ينقل عن جلوسوفارينجيال نيرف البوستيريال ثيرد راح ينقل عن جلوسوفارينجيال نيرف تنقل الى نوكليوس اوف ذا سولتيتري تراكت اوصو بالفارنكس اكو مذاق بتحس بنهايه العمق اكو مذاق راح ينقلنا عن طريق الفيجاس نيرف للنوكليوس اوف سولتيتري تراكت اور جوستيتري اريا وبعدين ينقل للبرين جوستيتري اريا موجوده بالانتيريان سولت اوف ذا فرونتال اوربيكولوم هذا هو الباث واي مال تيست الثري نيرف الكرينال نيرف تشترك بالتيست هي الفيشال نيرف جلوسوفارينجيال نيرف التاسع والفيغاس نيرف العاشر فيغاس من الفارنكس البوستيريال لور عن طريق الجلوسوفارينجيال والتو ثيرد انتيريالي عن طريق الفيغاس نيرف تنقل للنيوكليوس سولتيتري بالبرينستيم وبعدين راح ينقل لنا اياها
gösteri korteks. عن طريق طبعا ثلاموس الفنترال بوستيريال ميديال نيوكليوس اوف ذا ثلاموس بعدين يروح للكورتكس. ها هو الباث واي مال التيست. نحكي على السميال او الروائح. سميال ريسبتر ديبيندين ان ذا 10 تو 20 مليون والفكتوري سيل موجوده بالانف موديفايد نيورون ان ذا روف اوف ذا نيزل كافيتي. Who the brain receiving order information. Each olfactory cell has only one out of several hundred different type of receptor protein. Never fiber from the similar olfactory cell lead to same neuron in the olfactory pulp. Annexation extension to the brain. The odor contain many other molecule which activate characterized combined by the receptor. اكو موجودة عندنا olfactory cell هسه نشوفها بالصورة نحكي احسن صورة وينها هاي هنا الصورة موجودة بالأنف قال سقف الأنف موجودة olfactory cell olfactory bulb olfactory epithelium and olfactory cell موجودة بالسقف الأنف هاي nasal cavity الأودر راح تدخل راح يتحسسها هاي olfactory The number of the olfactory cell decline with the age, and this can be dangerous if the older person can be smoker. هل olfactory cell تتحسس راح تقل ويا العمر خاصة للمدخنين. هاي olfactory شوف هاي بالسقف الأنف. إيش راح نشوف هاي olfactory cell. هاي تتحسس عن طريق chemical changes يصير هاي الاودر تدخل chemical changes راح تتحسسها الاولفكتوري سيل هي بالاولفكتوري سيل راح يصير بيها stimulation طبعا هنا chemical changes different type of chemical changes according to the order يعني انت بامكانك تشم 1000 او 100 عطر يختلف عن عطر كله يسوي كل واحد يسوي chemical changes within الجي بروتين يختلف راح يسوي لنا ستيموليشن يختلف هذا الستيموليشن اللي يختلف راح ينقل عن طريق الاولفكتوري سيال سيليت ذا الاولفكتوري سيال من الاولفكتوري سيال راح ينقل عن طريق اكسايتيشن وين يروح يروح عن طريق النيورون ذا الاولفكتوري نيورون اند اولفكتوري تراكت لحد ما يوصل وين يوصل للبرين فرونتال لوب اند سيربرال هيمسفير الاولفكتوري كورتكس يسمى بالاولفكتوري كورتكس located in temporal lobe some area يعني هنا انت من تشم مباشرة راح يروح عندك للدماغ ماكو فد البرينسيم ولا يروح غير مكان located in temporal lobe some area of the olfactory cortex receiving smell sensation and other area contain the olfactory memory تتذكر العطر يعني هاي olfactory cortex بها جزئين جزء يتحسس العطر راح يجي وجزء بي ميموري انت شام العطر قبل يقول لك هذا العطر انت شامه سابقا ميموري للسميلنج انت يوصل هاي السميلنج بالسميلنج نكون كملنا المحاضره مالت اليوم غدا ان شاء الله راح نحكيكم على السنس اوف فيجن
This session is no longer being recorded. Q&A session has started.